في السياق نفسه قالت صحيفة واشنطن بوست إن البيت الأبيض استدعى السفير الصيني للإعراب عن إدانة واشنطن للتصعيد الصيني تجاه تايوان والمناورات العسكرية التي تجريها حول الجزيرة. وقالت الصحيفة إن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أكد أن واشنطن لا تريد تصعيدا في المنطقة بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان.